بسم الله. دلوقتي بعد ما عملنا النظام او سيستم في الريفت ام اي بي، عايز استفاد بيه. من ضمن الاستفادات ان انا اعمل بيه السايزنج، يعني دلوقتي انا لما بعمل سيلكت هنا اقدر اقول له كرييت سيستم واعمل سيستم بتاعي. طيب انا دلوقتي بدل ما اعمل سايز مانوال اعمل سيلكت وابدا اغير في الويدث والهاي، لا انا ممكن اجي اقرب من اي جزء من السيستم ومش هدوس اي كليك خالص، هدوس تاب لحد ما اعمل سيلكت عليهم كلهم. تمام، هلاقي دكت اند بايب سايزنج. هنا بيقول لي حدد طريقه الحساب بتاعتك، ممكن اقول له مثلا عن طريق الفريكشن، وحدد الفريكشن قد ايه، او عن طريق الفلوسيتي، او عن طريق الايكوال فريكشن او الستاتيك ريجن. وممكن تختار طريقتين او تقول له اختار واحده منهم. تمام، الحساب الماس الضغط هيبقى عامل ازاي قد ايه. وممكن احدد له اقول له كونسترين، يعني التزم بالكالكوليت حسب ما يجي الحسابات بتاعتك، او ماتش كونكتور سايز. او ممكن اقول له ريسكت هاي، يعني الارتفاع بتاعك ما زدتش عن ماس معين، او ريسكت ويتس، الويتس بتاعك ما زدتش عن ماس معين. اللي ممكن يكون عندي مثلا مسافه بين السيلينج والسقف صغيره، فانا اقول له التزم بارتفاع معين. تمام، وبعد كده هقول له اوكي، فهو يبدا يعمل الحسابات بتاعته ويشوف. من ضمن الحاجات اللي بتاثر على السايزنج موضوع الكوع دوت. تمام، لانه بيحصل فقد نتيجه ان الهواء ماشي هنا فبيخبط وبيغير المسار. فانا ممكن اقول له اللوس ميثود، ممكن اقول له هاتها من قشري. تمام، ادخل هنا اديت، فلاقي الجدول بتاع قشري اهوت، فابدا اختار اللي انا عايزه زي ما انا عايز. وفي بعض المقاسات يعني موجوده بس ما ينفعش اختارها، بس ينفع ان انا اشوفها. بس لما اجي ادوس اوكي هلاقي ان هو مش مديني ان انا ادوس اوكي. فانت ممكن تختار مثلا الكوع دوت واقول له ايه اوكي، او ممكن اقول له لا ما تعرفوش خالص. تمام، فمش مديني ان انا اغير فيه، او اقول له مثلا سبيسك لوس واحدد الفقدان فيها هيبقى قد ايه.